سياحة الواحد هاي دار عليك ما يصير هذا هذا واحد تايه جاي أنا تايه مدير مدير يقول لي تايه تايه أنت تايه لو مو تايه قاعد أنت الإعلام واضح هذا مدير دائرة مدير دائرة الأحزاب هذا مدير دائرة الأحزاب توعوا هذا مدير دائرة الأحزاب يقول لي انا تاي انا تاي خلنا نشوف يا تاي انا ولا هو كل الشرطه الموجودين مواطن بس انقف منه اجانا بسلميه غير السلميه ما نتعداها عرضنا للتجاوز مواطن بس انقف منه هو مدير دائره وغلط عليه ما راح يغلط عليه ادفع الكامل ادفع الكامل احترم لا تقل خلي يجاوب خلي يجاوب هذا كله جوزك قاعدين ويقولون ما نرجع الا بطلعه الا بطلعه المدير طبعا القوات الامنيه ويانا واقفين ما عندنا شيء جاي الان احنا بدنا نسرع طبينا المدير باسلوب سلمي حضاري كذا القانون والدستور والعرف الاجتماعي قلنا له انت تشتغل خادم عند الشعب انت تشتغل عند الشعب انت تشتغل عند الشعب والشعب رفض يقول بس احنا جاي لجنه نمثل 2000 شخص بساحه اختبارات المثنى واضح ساحات العصابات اعطيناهم حكايه راح نسد دوائر المدراء الفاسدين الفاسدين اللي ما قدموا اي شيء المثنى وملوكيه مستلمينها جينا حتى ما نترك مجال لباقي الناس المندسين بان تدخل والمتظاهرين وتخرب الدائره والدائره عنا وموظفينهم اخوتنا والمراجعين اهلنا لذلك اجينا لجنه ننقل صوره حضاريه حتى ما نترك اي تدخل خارجي واللي الطرف الثالث اللي يسميهم الحكومه او المندسين ومنعنا من الدخول منعنا احنا 4 زعاطيط تايهين من كلام من مدير دائره محترم على اساس ومخلي مجلس محافظه الفاسد المقال احنا فاسدين و4 زعاطيط انت شكل المنطقه ادب سيس ارجع ورا احنا نعطيه دقيقتين فقط هسه بقى دقيقه يطلع خير ان شاء الله ما يطلع عن الاداره ما عندنا تحمس تحول هنا سلطين زراعه المثنى اكبر منطقه زراعيه بس المسؤولين والاعضاء البرلمان روح كل فيضه ماخذينها بمليارين وثلاثه الكهرباء اللي يتحسر عليها ابن الولايه بالبرمه ودى حدود السعوديه موصلها مزارعهم وهو يتعمد يصير هذا الشغب حتى تحترق الدائره وتروح الملفات اللي تدين اكثر مسؤولين منها بس والله ما تحترق تحترق قدام الدائره الموظفين واخوتنا وكلهم طالعين ويانا بالعصر وبالليل ثق بالله العلي العظيم ما يبقى هذا الا على دم وللعلم هاي المظاهره خضر سماوه واركان كل المناطق جايه بيها وهاي الثلل اجت هم مثل المتظاهرين مال المحافظه وهذا رايي من ثاني بتسلم جزاك الله الف خير الله يحفظك احنا تابعين لمرجعيه ولحوسه قالت انه فاسد الدوائر فقط مشكلتنا وهي الادارات ادارات فاشله العالم كله اثبت بان هذه الكلمه فوق كل شيء فغصبا عليك تلبي اوامري انا اللي خليتك وانت خادم الي ما احتاجك في مال له وين احمد وين احمد ما في قوات الامنيه لان ملفات فساد احمد شنو ودوائرنا والله نحترق قدامي ثبت تحترق قدامي كل هاي الضجه تديرها حتى تجي الناس وتسوي شيء صراحه تجاوزنا وتشتمنا
صرنا زعاطف بس نتحمل لاجل العوام. قضيتنا اكبر من عندك. وان شاء الله خير. يلا كمل. يلا نشقف. بس وقف. سلمنا الاداره بالسيد غانم. سيد غانم. انتهت. نعم نعم للشعب. نعم نعم للشعب. كلا كلا للفاسدين. كلا كلا للفاسدين. كلا كلا للمدراء الفاسدين.